اللهم شفع نبيك، لأن الله قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فكيف تسأله مباشرة عليه الصلاة والسلام؟ لم يفعل ذلك أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ولا إما الأربعة. كيف أفعل أنا؟ هل أنا أهدى منهم أو أعلم منهم؟ نعم. أقول لك شيء، البقيع فيها رأس المنافقين بن أبي سلول، وفيها خير الخلق من خيرة الخلق عثمان بن عفان والحسن بن علي وفاطمة سيد نساء أهل الجنة وأم المؤمنين عائشة وغيرهم. علي قتل في العراق وأخفي قبره. أنا أعطيك شيء لا يعرف، لا يعرف بالتحديد على الأرض من قبر، من قبور الأنبياء والصحابة إلا قبر حبيبنا محمد وصاحبه. لكن بقية قبور الصحابة سواء في البقيع وخارج البقيع هذه لا تعرف، لأن الصحابة كانوا مأمورين من النبي بإخفائها، لا كتابة اسم عليها ولا بنائها ولا تحديدها. فكل من ادعى الآن أن قبر الحسين في مصر أو قبر الحسين في العراق أو قبر الحسين هنا، هؤلاء يتاجرون بهذه المقابر. وقال أن رأس سيدنا الحسين ذهبت إلى مصر ودفنت فيه. لا يوجد شعرة من سيدنا الحسين في مصر، شعرة واحدة. ريح. سيدنا الحسين على بعض الكتب نقلت أن رأسه في البقيع. إيه ليس في العراق. أخفي قبره سيدنا رضي الله عنه الحسين، وأخفي قبر علي في العراق، لأن الذين قتلوه حيا سينبشونه ميتا. طب ومن أتى برأسه هنا؟ أتوا نقلوه إلى هنا، نقلوه. كانت في إشكالية حصلت وانتهت. ما هي الإشكالية سريعة؟ إشكالية أن فيه أناس دخلوا باسم الإسلام وفرقوا ما بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أنا أذكر أتاني أحد الدكاترة هنا يدعي أنه دكتور، هو للأسف دكتور ربما في علمه لكن في العقيدة احتج بقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول. قلت له أنا نعم هذه في حياة الرسول، الله قال جاءوك، لو كان التوسل به لما احتاج أن يأتون إليه بذاته، لكن جاءوه ليسألونه أن يستغفر لهم كما كان يسعى السعال. فهو إيش قال؟ قال لا هذه في حياته ومماته. قلت طيب اقرأ الآية التي بعدها تفسر ما قلت. إيش الآية اللي بعدها؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. قلت إذا نذهب أنا وأنت نتحاكم الآن إلى رسول الله. قال لا الرسول مات. قلت الدين ليس على كيفك، في الحكم مات وفي الاستغفار حي. إنما الآية التي بعدها هي تفسر ما قبلها، وغير ذلك أن الله قال جاءوك، وغير ذلك أن الله قال ولو أنهم إذ ظلموا وإذ للماضي. فلما نفهم القرآن يعني يزول الانفصام. لكن بعضهم يقول وابتغوا إليه الوسيلة، تقول اقرأ من بدايتها، لا يعرف. الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا، هذا خطاب لكل المؤمنين بما فيهم سيد المرسلين محمد. وهنا اتقوا الله، التقوى أليس عمل صالح؟ وجاهدوا عمل صالح. فهو الله قال تقربوا إليه بالتقوى والجهاد، كيف نجعلها بالأولياء والصالحين؟ كم غزوة غزا الرسول في المدينة؟ كيف في المدينة ولا خارج المدينة؟ يعني غزوات المدينة المشهورة، أنا أعطيك المشهورة. عندك بدر، عندك أحد، عندك الأحزاب، شارك فيها حبيبنا عليه الصلاة والسلام. إيه اللي هي نفسها لخندق الأحزاب شارك فيها عليه الصلاة والسلام. هي موجودة في أي مكان؟ نرجع هذا جبال بعيدة، جبل غزوة أحد هذه خلف الجبل الكبير اللي ترى أمامك. نعم نعم. والخندق خلف جبل سلف، في جبل اسمه سلف هنا في الجنوب. يعني هذا الجبل أحد؟ إيه نعم جبل أحد. نعم. فأعطيك تاريخ البقيع. البقيع كان الصحابة يقولون نزلنا إلى البقيع. نعم. يخرجون المسجد ينزلون. أنت الآن تنزل ولا تصعد؟ تصعد. فقبور الصحابة وآل البيت بعمق 4-5 أمتار. أن تصعد الآن في مقبرة فوق مقبرة فوق مقبرة حتى ارتفعت. فلا يعرف أصلاً عقلاً أي قبر في هذا المكان أنه منسوب للصحابي أو كذا، لأن قبورهم ملايين القبور. نعم. والمقبرة هذه ما زال إلى يوم صلاة الفجر يدفن فيها، ففيها ملايين ملايين الخلق. لا يعرف أي قبر فيها، حتى اللي دفن قبل 3 سنوات لا يعرف. نعم. لأن في نهي عن النبي كتابة الأسماء على المقابر. نعم. فهمت؟ فالأصل بس إحنا بنكتب الأسامي في مصر على المقابر. تجوز؟ فعل مصر ليس حج علي. الحج علي قال الله وقال رسول الله. لكن اسمعني، أهل مصر هم أدرى بالحكم. إذا كان في حاجة تدعي أن يكتبوا للإسم للنبش والتغيير الله أعلم. كل البلاد يكتبون. أنا أعطيك فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام قال وألا يكتب عليها. موجود في نعم على المذاهب الأربعة وموجود نصا. نعم وألا يقعد عليها. طب حلال أم حرام الكتابة؟ عليها. يعني أنا لما النبي عليه الصلاة يقول لا تفعل وفعلت إيش الحكم؟ يقعد شو معنى يعني؟ والمخالفة ما هي؟ أنا ابني عايز يروح يزور قبر جده ويدعو له. طيب. بس لو ما جاش عليه اسمه مش هيعرفه. طيب اسمعني يا حجي. اتفضل. ما يقبل الدعاء اللي عند قبره؟ بعيد عن قبره يقبل. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. صدقة جارية، علم انتفع به، ولد صالح يدعو له. ولد صالح.
ليش قال صالح؟ لأن ليس كل ابن تقبل دعوته في أبيه إلا إذا كان صالح. فإذا استثمر الأب في تربية ابنه نفعه ذلك أن ولده سيكون صالح وسينفعه بدعائه. لأن يوم القيامة يرتفع أو في الجنة يرتفع الإنسان درجات، يقول رب من أين لي هذا؟ يقول بدعوة ولده الصالح. طيب لا يعني أنا جيت عملت عمرة وعايز أعمل عمرة لأبي رحمة الله عليه، نعم. يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. يجوز. نعم من الإحسان يعني للوالدين العمرة عنا. في حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تعتمر عن أبيك عن أمك تتصدق عنهم تدعو لهم تبني لهم وقف، كل هذه من